طبعا من خلال جولتنا كده ومتابعتنا لاستعدادات المنتخب، هي لعبه يعني بتحتاج الى قوه بدنيه وبتحتاج الى تدريبات بدنيه عاليه جدا. عشان كده احنا معانا دكتور احمد عماره، مخطط الاحمال البدنيه، عشان نعرف عن استعدادات الفريق. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. تمام. انا شايف ان المجهود كبير اللي بيبذلوه في التدريب، حتى لما بنيجي نقارن مثلا ما بين الاسوياء بيجري على قدمين فبيقدر يوزن الجسم. تمام. لكن هنا اللاعب بيجري على قدم واحده، فاعتقد انه بيوزن جسمه كله على رجل واحده، فالموضوع صعب قوي. بص حضرتك، انا اول ما بدات مع الفرقه كنت حاسس ان الموضوع صعب، انما عندهم قوه اراده غير طبيعيه لدرجه انا بعمل التدريبات بتاعتي اللي هي بتاع الاسواق تماما، ما فيش مشكله خالص، ما فيش تمرين ما بيعملهوش، ما شاء الله عليهم. كل عناصر اللياقه البدنيه بيتم تنفيذ تدريبات ليها، هم 10 على 10 فيها. طيب. قوة إرادة غير طبيعية وعندهم إصرار على تنفيذ التدريبات الصعبة. طيب بيتدربوا قد إيه مثلا؟ يعني استعداد لبطولة زي دي يتدربوا قد إيه؟ إحنا النهاردة لسه متمرنين الصبح النهاردة من ساعتين لربع لساعتين تقريبا، يعني من ساعة ونص لساعتين تقريبا يعني. الصبح روحوا ارتاحوا شوية ونازلين يكملوا تاني دلوقتي. التمرين بتاعنا مرتين في اليوم. الصبح الساعة 10 الصبح، من 10 ل 12 لياقة بدنية خاصة دلوقتي عشان احنا قبل المسابقات، وبعد الظهر زي ما انت شايف حضرتك كده تدريبات فنية بالكورة.